للمزيد من المتابعة والتحية ينضم إلينا عبر الهاتف السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصرية. أولا أهلا بك سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية ضيفا على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بك يا فندم. سعادة السفير، هذا اللقاء يأتي في ظروف بالغة الدقة في المحيط العربي والإقليمي والدولي أيضا، لكن ما نتحدث عنه في هذا التوقيت البالغ الأهمية هو أن اللقاء أكد على أن يكون هناك تحقيق لمصالح الشعب الليبي الشقيق وأن يكون القرار ليبي. هذا ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ضيفي الكريم رئيس المجلس. كيف ترى الأوضاع على الأرض في الجانب الليبي؟ هو ما فيش شك أنه في جمود في الموقف. نعم. وده جمود بيعكس استمرار تباعد المواقف ما بين الفرقاء المختلفين على الساحة الليبية رغم الجهود اللي بتبذل مستويات أخرى ومن ضمنها دور الجوار وفي مقدمتها مصر. في جمود إنما في وضع راهن مستقر نسبيا. سعادة السفير علي، نعم. كيف يمكن حلحلة الوضع الحالي وفك الجمود ولو بشكل وبصورة مؤقتة على الأصعدة كافة في الداخل الليبي أيضا في هذا الوقت الراهن؟ ما فيش شك أنه الوضع محتاج تضافر جهود المجتمع الدولي، مش بس الأمم المتحدة من خلال مبعوثها إنما الدول الفاعلة المختلفة اللي ليها مصالح أوقات بتبقى متعارضة داخل ليبيا أو مع ليبيا. من الأهمية بمكان أنه يبقى فيه توحد في مواقفهم، لأن ده بينعكس على الوضع الداخلي في ليبيا. ده شيء آخر، الحيلولة دون استمرار وضع تدخل خارجي في ليبيا ووجود قوات أجنبية على الساحة الليبية والالتزام بالمقررات اللي تم التوافق عليها في الشهور والسنوات الماضية. هناك دائما ما يعطل الالتزام بما يتم التوافق عليه للأسف إنه مصالح. طيب سعادة السفير، لو تحدثت بصورة أكثر تفصيلا عن أن الدولة المصرية منذ بداية التداخلات الدولية الحاصلة في المحيط الإقليمي والدولة مصرة على الحفاظ على قيمة وفكرة الدولة الوطنية بكل مشتملاتها وبكل ما تحويه الكلمة من معنى، سواء كان الرأي وكان الدور المصري في القضية السورية وفي القضية اليمنية وفي قضية ليبيا بالتحديد، الدور المصري والرؤية المصرية التي صاغها وصاغتها الدولة المصرية هي الحفاظ على الدولة الوطنية بكافة مشتملاتها. العالم الآن قاب قوسين أو أدنى من حروب هنا وهناك في غزة وفي أوكرانيا وفي كل المحيطات الإقليمية، كيف يمكن الوقوف على والثبات أيضا والبناء على ما تقدم من فكرة الحفاظ على الهوية وعلى الدولة الوطنية في أي قطر عربي كان؟ ده اللي احنا بنأكده باستمرار، ده موقف بيمثل أحد ثوابت سياستنا الخارجية بشكل عام، إنما في هذه الحالة فيما يتعلق بدول الجوار سواء كانت ليبيا أو السودان أو غيره. السيد الرئيس دائما بيأكد على أنه مصر بتقف على مسافات متساوية مع الجميع، لأن احنا يهمنا أنه يتم استعادة اللحمة بين الأطراف الليبية المختلفة، وبنحاول أن احنا نأكد دايما على ضرورة وحدة التراب الإقليمي في ليبيا وتصدي لأي محاولات لتجزئة أو تقسيم ليبيا، وأيضا صون الصرامات العديدة اللي موجودة في بطن الأرض في ليبيا، لأنها ملك للشعب الليبي. نعم،
كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق، كنت معنا عبر الهاتف تعليقا على زيارة رئيس المجلس الليبي واستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لك.